راح اقول لك ترشح لي ابرز 3 اسماء ما ينفعش يكونوا مش موجودين في الدوري الممتاز من كل مجموعه، 3 من القاهره، 3 من بحري، 3 من الصعيد، ابرز 3. يعني مثلا انا عاجبني جدا في مجموعه بحري لاعب كان بيلعب في حرس الحدود تم اعارته لفريق نادي المصري بالسلوم اسمه اسلام سمير. يعني اعتقد مركزه ايه؟ هو بيلعب جناح، بيلعب بالقدم اليسرى، لاعب يعني يعتبر مثلا ساهم في اكتر من 4 اهداف لفريق نادي المصري بالسلوم، سجل حوالي 5 اهداف، من اللعيبه اللي هم المميزين اللي اعتقد كابتن محمد مكي يعني يعتبر هو عنده 20 سنه هيكون مكمل معاهم في الدوري الممتاز. انا شايف كمان مؤمن سمير في فريق ديكيرنس لاعب من اللعيبه المميزه جدا. بتشوف النهارده مثلا ديكيرنس دي مجموعه البحري، حرس، احنا لسه في حرس، تمام، لسه في مجموعه بحري. كمان بتشوف مثلا في مجموعه بحري، بس عرفنا مؤمن بيلعب ايه ومركبه مؤمن طبعا في وسط الملعب، من اللعيبه المميزه ايضا في وسط الملعب. والغريبه ان مؤمن سمير لما كابتن شوقي غريب كان في المنتخب الاولمبي اعتقد ان هو مواليد 2001 رغم ان هو مواليد 98، وكان فاكر ان هو لاعب من اللعيبه اللي هي مواليد 2001 وكان اقتنع بيه ان هو يضم المنتخب الاولمبي. يعني كان حصل بس سوء تفاهم في الفتره دي، لكن كان من اللعيبه اللي طبعا مميزه. كمان بيلعب في ديكيرنس، في ديكيرنس. وكمان عندنا شادي ماهر كان انتقل لي في يناير، انتقل للاسماعيلي من اللعيبه ايضا اللي كانت في ديكيرنس، لان ديكيرنس حاليا بتسوق مراتها طبعا واذاعتها، وعندهم طبعا المهندس الخضر ابراهيم فبيسوق عدد كبير جدا من مبارياته. كمان ايضا اللي احنا مثلا نشوفهم اكتر جابر سالم، من اللعيبه المميزه جدا، لكن هو محتاج اكتر شغل. يعني عمره قد ايه؟ جابر ممكن حوالي 26 او 27 سنه، يعني اخر فرصه ليه، يا اما يروح ممتاز يا اما لا. كمان يعني تخيل مثلا خليل نمار بيلعب في كمان في المصري بالسلوم، لكن كان في الحمام، لكن مستوى اقل كمان. يعني احنا مثلا الموسم الماضي شفنا اسلام المزيل مثلا، هي القصه اكتر ملهاش علاقه بالارقام. يعني مثلا اسلام المزيل لما كان مع الحمام كابتن طارق الصاوي كان بيدرب الحمام، فهو يعتبر لما نادي المصري تواصلوا معاه قال لهم اللاعب ده مميزاته كذا، لاعب هو طويل بيقدر يجيد في الكرات العاليه، فاصبح هو لاعب حاليا في النادي المصري وشايف ان هو هياخد حتى المباراه المقبله. وكده نقول 3 لعيبه من مجموعه بحري، نقولهم تاني كده. مؤمن سمير، مؤمن سمير قلنا، اسلام طبعا سمير كمان لاعب المصري، اسلام سمير ومؤمن سمير، اسلام طبعا لاعب المصري بالسلوم، وجابر سالم ايضا كمان من اللعيبه المميزه كمان. دي مجموعه بحري. مجموعه القاهره قول لي 3 اسماء مميزين واعمارهم تكون مش كبيره، مفترض ان هم يكونوا موجودين في الدوري الممتاز وتنصح الانديه بضمهم. يعني كان من اقوى في مراكز الدفاع كان عاجبني جدا احمد عبد الحكم اللي انتقل لفريق نادي سموحه، لان احمد ايضا انضم خلاص، انضم في يناير، فكان معاه جنبه باسم عادل، واحد ايضا من اللعيبه المميزه باسم. لكن هي القصه ان باسم حوالي 29 سنه، فهي دي القصه اللي اللي بتكون الفرصه اللي بتقل شويه، لان شفت اكتر من نادي تابعوه لكن دايما بيفكروا بيشوفوا السن. رغم ان حسام باولو لاعب دوري ممتاز كبير، ولكن هي على حسب النوعيه. تاني حاجه، واحنا بنقول ابرز لعيبه مش عاوز دايما الانديه او وكلاء اللعيبه ان هم بيبصوا على الدوري الدرجه الثانيه، فيبصوا يشوف اللاعب ده عمل كام اسيست. لا طبعا، ويشوف عمل، عشان كده كنت بقول كده، لازم يشوف اللاعب، اجيب الاحصائيات واقول، انما انا عايزك انت اللي بتتفرج. يعني مثلا ترشح لي، يعني عاجبني جدا اللاعب محمد اشرف في بورتو، هو لاعب بيلعب جناح غير محمد اشرف. كمان في محمد اشرف لاعب مميز في زد، ايضا لاعب من اللعبة ديفندر كويس، لكن محمد اشرف طبعا لاعب بورتو هو من اللعيبه اللي بتلعب ايضا بالقدم اليسرى، من اكتر الاسيستات طبعا في مجموعه القاهره، وكمان معاه عمرو كلاوه واحد من اللعيبه في مركز 6 من اللعيبه المميزه ايضا في هذا المركز. وكمان فريق بورتو بيضم اكتر من عنصر، لكن لو بصينا اكتر اللعيبه اللي ممكن تكون، لان محمد اشرف اعتقد مواليد 99، عمرو كلاوه كمان يعني ممكن يكون حوالي 25 سنه من اللعيبه ايضا المميزه. ممكن لو بصينا كمان في زد مثلا عندهم اكتر من لاعب، ومحمد اشرف ايضا، وفي الحبيب احمد حسن شارك، ولكن محتاج بعض الاوقات. يعني الحبيب حوالي مواليد 2002 لكن شارك بصفه مستمره، فمن اللعيبه ايضا اللي يكون لها دور. يعني كمان انا شفت اسلام سجل كمان الحبيب احمد حسن، سجل، واللعيبه اللي هي المميزه في الموسم طبعا الحالي. كابتن احمد حسن القائد التاريخي لمنتخب مصر. بتقول لي بقى الثلاثه كده اللي انت اخترتهم من الاسماء دي كلها عن مجموعه القاهره والقناه. انا هبص يكون في اولويه لمحمد اشرف، محمد اشرف جناح بورتو، بورتو السويس، بيلعب بالقدم اليسرى، حلو. كمان عنده حوالي 23 سنه، اعتقد مواليد 99. جميل. عمرو كلاوه من الديفندرات المركز 6 المميزين، بورتو سويس بورتو. وكمان باسم عادل من اللعيبه المدافعين اللي تالقوا امام فيوتشر مع منتخب السويس، ممكن لعيبه. خلصنا مجموعتين، ناقص مجموعه واحده اللي هي مجموعه الصعيد. الصعيد يعني انا
شايف ان الصعيد مثلا يوسف عطيه شايف ان هو بعد مراحل مصر المقاصه واخد فرصه في المدينه المنوره، شايف انه ممكن ياخد فرصه ثانيه. ده اسمه ايه؟ يوسف عطايه. يعني يوسف عطايه عنده كام سنه؟ سجل 9 اهداف. يوسف حوالي 24 سنه، مهاجم بيلعب بالقدم اليسرى ايضا، بيلعب بجناح وبيلعب في المركز، يعني بيلعب في احنا بقى عندنا كل المواهب اجنحه، ما عادش في مهاجمين. طبعا هي كل كمان بره كده كمان، يعني دايما بتلاقي اللاعب اللي بيلعب بالقدم اليسرى، لكن لو لاعب عنده السرعه بالقدم اليسرى بيكون بيفرق جدا. فيوسف انا شايف الموسم ده اثر جدا، يعني اثر جدا. يوسف عطايا يوسف عطايا في المدينه المنوره، بترول اسيوط دايما كل موسم بيكون عندهم لاعب بيلعب، يعني عندنا مؤمن مثلا لاعب في انبي، عندك مصطفى شلبي مثلا انبي، عندك اكتر من لاعب. وليد عطيه انا شايف انها فرصته. وليد عطيه ده المهاجم، انت المهاجم، ولكن وليد محتاج شغل كتير. وليد هو ايضا اللاعب اللي هو 9 بضربات الراس كويس جدا، لكن وليد محتاج شغل مدرب ان هو يكون سرعه. عاوز اقول كان في عنصر في المدينه المنوره كمان، هو عليان، بس عليان شايف الاصابه هي اللي اثرت عليه. هو لاعب كان بيلعب في المدينه المنوره، راح اختبارات الانتاج الاتحاد السكندري مواليد 2002 واجاد، وتعاقد مع الاتحاد السكندري ثم عاد مره اخرى لفريق المدينه المنوره من الستايل اللي هو تمام، المهاره اللي هو بيلعب مثلا في مركز 11، واللاعب اللي هو بيقدر بالقدم اليمنى كمان، بيسجل كويس، لاعب كورته على المرمى كويسه جدا، ولكن الاصابه هي اللي اثرت عليه.